السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نشرح حرف البي. بي عندنا في أول سؤال لدينا أو في أول فقرة لدينا هنا look listen and repeat. طبعا ننظر ونسمع ونكرر. أولا نقوم بقراءة الكلمات اللي موجودة في الدولاب. لدينا أولا وعاء وعاء but 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 بمعنى وعاء but بمعنى وعاء but but. وهنا لدينا قلم جاف وبمعنى pen 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 pen. وكذلك هنا لدينا دبوس بمعنى pen 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 pen. وهنا لدينا فطيرة pie 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 pie. وهنا اللون الزهري pink 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 pink. ولدينا كذلك بركة ماء pan 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 pan. هنا يقوم الطالب بأيضا قراءة أصوات الحروف لبعض الحروف. هنا لدينا ب ب ب ب ب ب ب pen ب ب pen ب ب pen ب ب ب ب ب ب. هنا لدينا ب ب ب. وهنا لدينا بي بي بين بين بي بي بينج 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 بي بي باند 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 بي بي بوت بي بي بوت بي بي بوت بي بي pot. ننتقل للصفحة المجاورة. طبعا في عندنا في صفحة 18 هنا يقوم الطالب بوضع دائرة على حرف البي. يقوم بوضع دائرة على حرف البي. هنا لدينا pie وهنا لدينا pot وهنا لدينا pin وهنا لدينا pink. طبعا أول خطوة يقوم بها الطالب هي أولا يكتب الخط الأولي ما بين الخط الأسود والأزرق، كذلك ينزل من الأسفل إلى الأعلى بتكملة الحرف، وأيضا يكتب الدائرة. لدينا ثلاث خطوات. أول خطوة هذه يقوم بعمل خط إلى الأسفل، الخطوة الثانية يقوم بعمل خط إلى الأعلى، الخطوة الثالثة يقوم بكتابة الدائرة ليكتمل الحرف. هنا يقوم الطالب بكتابة الحروف. كذلك هنا يقوم الطالب بكتابة حرف البي وهي pen pen pen. وهنا بركة الماء pound 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 tap tap tab. يقوم بكتابتها pat pat pat. وكذلك هنا يقوم بالكتابة. هذا هو حرف البي. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة وأيضا الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.